قدم الحدث الفلكي الفريد وتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل بمحافظة أسوان. ومعنا لإلقاء الضوء على هذا الحدث كاتب المصريات الأستاذ بسام الشماع. نرحب بحضرتك يا فندم على أثير راديو مصر. أهلا وسهلا بكم وبالمصريين العظام اللي ما زالوا بيبهروا العالم. يعني بداية احنا طبعا عايزين يعني هذه الظاهرة او الظاهرة الفلكية الفريدة، يعني بداية في سؤال دايما بيجي على ذهن اي حد، الحقيقة العلمية اللي استند اليها المهندس المصري القديم عشان يضع التمثال في هذا المكان والشمس اشعتها تجي على وجه تمثال رمسيس الثاني مرتين في يوم مولده ويوم جلوسه على العرش في العام. الحقيقة نحن الآن لا نتكلم فقط عن مهندس عبقري أو نحات عبقري كما يحدث في بعض الآثار، احنا النهاردة بنتكلم عن نحات مهندس معماري عامل عظيم وفلكي. هنا بقى دي ونحط تحت كلمة فلكي 500 خط، لأن النهاردة لازم يكون الفلكي قاعد مع المهندس أو يكون المهندس ذات نفسه فلكي، وده كان بيحصل في مصر القديمة. لما كان عندنا مثلا مهندس يمحتب، ده كان مهندس معماري وكان فلكي في نفس الوقت، يعني كانت شخصية موسوعية عشان يقدر يطلع في دي. نلاحظ مرة تانية ان المعبد اللي احنا بنتكلم عليه ده يا جماعة معبد منحوت وليس مبني، ودي عبقرية تانية انه يقدر يعمل تساقط اشعة الشمس داخل قدس الاقداس اللي هي بالمناسبة اخر غرفة في المعبد. يبقى انت بتخلي اشعة الشمس تخش من المدخل الرئيسي للمعبد، بتمشي اشعة الشمس داخل الغرف والبهو الكبير وكذا 60 متر حتى تصل الى قدس الاقداس. في قدس الاقداس منحوت 4 تماثيل، وبالتالي الشمس لما بتيجي تضيء ما بتضيئش بس وجه رعمسيس الثاني، بل انها تضيء رع حور اخسي ودوت رب اسطوري في مصر القديمة على شكل جسم انسان رجل وراس صقر، ده اللي قاعد على اليمين لما بتبصوا انتم من بره قدس الاقداس من بره الغرفة دي، جنبيه رعمسيس الثاني وهو يرتدي التاج. التاج اللي انتم بتشوفوه ده اللي هو لابسه ده، التاج ده اسمه تاج خبرش، وده تاج مهم في مصر القديمة لانه كان تاج الحرب والمنازلات العسكرية، ثم رمسيس الثاني شخصيا، ثم بتاح او بتح. العبقرية بقى هنا ان الشمس اضاءت النهاردة 3 تماثيل وليست 4 كالعادة. احنا عادتنا ان احنا بننور 3 تماثيل مش 4. التمثال الاول راح ورخي، التمثال الثاني رمسيس، التمثال الثالث ايه من رع اللي هو امون رع، التمثال الرابع فتح او فتح لا ينير، ودي عبقرية تالتة لهذا المعبد وللإنجاز المصري القديم. ليه؟ لأن فتاح جزء من رحلة الليل في الأسطورة المصرية القديمة، وبما أنه هو جزء من رحلة الليل وجزء من العالم السفلي المظلم يبقى ما ينورش. إذن لو أنار فتاح لفسدت المنظومة الفلكية في مصر القديمة. طب يا فندم يعني أنا بسأل على الموعد أو التوقيت، دلوقتي 22 فبراير و 22 أكتوبر، المعاد ده كان منذ بناء او نحت زي ما حضرتك بتقول المعبد؟ لا يا فندم، هو في الحقيقة المعاد ده كان 21 فبراير و 21 اكتوبر قبل نقل المعبدين في سنة 1964، لما اخذ 40 دولة صرفت 40 مليون دولار امريكي في وقتها، وده كان مبلغ كبير جدا جدا جدا، كان المفروض ان المشروع 36 مليون وزاد المبالغ بيهم الى 40 مليون، واخدت 4.5 سنين علشان يكتمل هذا الانجاز العظيم. نقلوا من المعبدين 1050 قطعة، بتتراوح القطعة ما بين 11 طن و33 طن، ولكن لا يوجد نص يا جماعة داخل المعبد ولا في اي نص قرأته انا في 29 سنة مطالعة بتوعي اللي فاتوا تثبت ان اليومين دول هم بتوع تبوؤوا العرش وعيد ميلاده، في حين ان يوجد عالم رهيب، هذا العالم الرهيب اسمه كينيث كيتشن، وتاني اشهر واحد من وجهة نظري يتكلم على رمسيس، بيقول ان هو كان بيومه حكاية تبوؤ العرش، يعني ملهاش دعوة خالص بفبراير ولا باكتوبر. طيب ايه ليه بقى بيحصل ده؟ المصري القديم ليه عمل
التساقط الاشعه الشمس دي. نعم. لان انت دلوقتي داخله موسم من المواسم الثلاث للمصري القديم، كان في موسم الفيضان، وكان في موسم الحصاد. نعم. وكان في موسم الزراعه. فاذا هي اشارات عبديه الى المزارع والفلاح المصري العظيم، يلا ابدا الحصاد، يلا ابدا الزراعه، يلا خد بالك الفيضان جاي. نعم. طب حضرتك استاذ بسام، يعني الظاهره ديت اكتشفت امتى؟ في خلال زيارات العلماء الاثار الاجانب والمصريين لهذا المعبد، نجد شيء جميل جدا. النوبه العظيمه كانت بتتزار زمان في الثمانينات، ولكن كان بعض الناس اللي زارتها يخشوا ترك المركب، يعني ما ينزلوش على الارض. نعم. ربما لوجود حيوانات او تمساح او كذا، فكانوا يخافوا منها، لحد لما جه عالم اسمه بروخاردت. وبروخاردت ده يا جماعه هو اول واحد نقدر نقول يعني بشكل عملي في 1813، اربع سنين بعد كده يعني حوالي 1817 دخل الايطالي المغامر بلزوني، وده كان اول واحد يخش جوه المعبد. نعم. ويشيل التراب حتى يكتشف بعض ما هو داخله. ولكن هذه الظاهرة ذكرت عن طريق سيدة كتبت الكتب عن مصر، واكتشفت هذه الظاهرة وكتبت عنها لأول مرة. طيب يعني هو التوقيت 22 فبراير دلوقتي و22 اكتوبر، ما اثرش اي حاجة في تعامد الشمس، يعني من تغيير اليوم من 21 ل 22 ما اثرش؟ احسنت في هذا السؤال، انه يعني مصرين العلماء والمهندسين والعمال المصريين في الستينيات من القرن الماضي ان هم عندما يتم نقل المعابد ما يحصلش خطأ في الزوايا الانحدار وفي زوايا دخول الشمس من المبنى الرئيسي ومن المدخل الرئيسي لمعبد رامسيس الثاني. وبالتالي نسبة الخطأ في وضع الاحجار فوق على ارتفاع حوالي 64 متر عن مكانه الاصلي لا تتعدى الاقل من بوصة. فاذا نحن نتكلم عن تقريبا نفس الاماكن بس بارتفاع 64، فلم يحدث اي اختلاف الا في اليوم دوت، طبعا باختلاف خطوط العرض والطول وكذا. ولكن من الجميل في الموضوع ان انا عايز اقول لكم ان المعبدين تم انقاذهم ما بين 19 معبد، يعني لكم ان تتخيلوا ان بحيرة مصر العظيمة عندما تكونت يعني غطت بمياهها كثير من الآثار، لكن تم إنقاذ الحمد لله 19 معبد، منهم المعبدين بتوع رامسيس ومراته نفرتيري. الجميل في الأمر أن العمال المصريين العظام والنوبيين العظام بعد ما تم النقل ونجحت العملية، عارف عملوا إيه؟ حطوا في مكان في المعبد، أخفوا كده في مكان في المعبد، حطوا قرآن كريم. نعم. وكأنهم يقولون ان يعني القرآن الكريم يحفظ هذا المشروع. شوفي تخيلي المصري العظيم ازاي. حطوا قرآن كريم، وحطوا عملات فلوس، وحطوا جرايد بتاعة الجرايد المصرية. ليه؟ هو هنا بيؤرخ لهذه العملية كأنه في 1200 قبل الميلاد. نعم. كأنه حفيد هذا الرجل اللي حب يأرخ على الجدران، هو كمان أرخ هذه العملية الناجحة بأنه حط الجرايد وحط النقود، وكمان جاله شعور بأنه يحط القرآن الكريم أولا وأخيرا عشان يتم الحفاظ على هذا النجاح العظيم. فندم أستاذ بسام الشماع كاتب المصريات، يعني التوقيت كمان أيضا في الموعد، يعني الساعة 6:23 في يوم 22 فبراير، وتقريبا 22 في 22 أكتوبر 5:55، ده ثابت. تمام مظبوط كده، هو كل عام ما بيتغيرش. لا ما بيتغيرش المعادين دول. وبالمناسبة سقوط أشعة الشمس داخل معابد بتوقيتات معينة لها دعوة زي ما اتفقنا بالمواسم الزراعية وغيرها، ده مش بس في معبد رامسيس في أبو سنبل، ده كمان في معابد الكرنك، بل أن الشمس في معبد السنة اللي فاتت انتوا نقلتوها من ماسبيرو برضو راديو تلفزيون، والمرة دي بقى في معابد الكرنك 3 أيام. شوف العبقرية بقى، الشمس ذات نفسها بتتوسط الأصرحة 3 أيام مش يوم واحد، يعني يوم ورا يوم ورا يوم ما بتتغيرش. وأيضا عندنا في معبد قصر قارون يوجد تعامد للشمس على قدس الأقداس في الفيوم العظيمة، والمفاجأة ان السنة اللي جاية او السنة دي ان شاء الله هنفجر لكم مفاجأة عندكم في راديو مصر ان شاء الله، بان في تعامد على ابو الهول
ودي الجديده ان شاء الله في ده انا انفرد بيها ان شاء الله استاذ بسام ان شاء الله. طيب اخر سؤال بس يعني طبعا. حضرتك من وجهه نظرك شايف ان الموعد او الحدث التاريخي اللي حصل النهارده ده جايز موعده فعلا عشان نتحدى ونقف امام كل الاصابع الحاقده التي تحاول العبث بامن الوطن؟ خليني اقول لك حقيقه انا شعرت بيها النهارده واحنا على الهواء من ماسبيرو في برنامجكم صباح الخير يا مصر. أيوة. انا شعرت بان هم استحضروا المره دي قبل الميعاد بطريقه كويسه. يعني كل سنه كنت اطلع عندكم في الاعلام اقول يا جماعه استثمروا الحدث قبليه بكذا مده، ما ينفعش الاستثمار يجي يوميها بس، ابتدي من قبليها. النهارده انا المره دي انا حسيت بان محافظه اسوان اشتغلت كام يوم قبل الحدث. ان شاء الله المره اللي جايه عايزهم يبدأوا يسوقوا العملية دي سياحيا، لأن احنا ما أحوجنا إلى السياحة. عبور هذه الحادثة العظيمة اللي العالم كله مستنيها بسلام، أعتقد دي خطوة عظيمة جدا عشان نسترجع السياحة ونبعت رسالة للعالم كله. شرفنا بحضرتك يا فندم في يوم نفتخر فيه بكوننا يعني أحفاد الفراعنة اللي ظلوا يبهروا العالم طيلة هذه القرون والعقود المتلاحقة. كل الشكر للأستاذ بسام الشماع كاتب المصريات. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، أحسنتي، مع السلامة.